وينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي عبد الرحمن الطريري. مساء الخير سيد عبد الرحمن. طبعا كما شاهدنا في التقرير، الإساءات القطرية تتواصل بل وزادت في الآونة الأخيرة إلى المؤسسات والكيانات التي تمثل العمل العربي المشترك بمختلف أسمائها. برأيكم ما سبب هذا التصعيد القطري ضد عروبتها؟ طبعا التصعيد القطري طبعا يؤخذ يعني فيما يخص جامعة الدول العربية أنها لم تجد أي موقف داعم لها في عزلتها التي حصلت بعد المقاطعة من الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب. على مستوى منظومة مجلس التعاون، هي كما استجدت الوسطاء الأجانب، هي تحاول أن ترسل أيضا رسالة إلى الدول الغربية أن هي قد تخرج من منظومة مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تدعو إلى تفكيكها. هذه طبعا منظومة مهمة وحليفة لعدة دول غربية، ولكن فقط سواء بقت أو خرجت لن تؤثر في منظومة مجلس التعاون الخليجي. نعم سيد عبد الرحمن، طبعا يعني التباعد القطري عن محيطها العربي يعني يتوازى مع تقارب ملحوظ مع النظام الإيراني. يعني بودي أن أسألك سيد عبد الرحمن بنفس السؤال الذي ختمنا فيه التقرير، من تخدم قطر بهذه التوجهات وهذا التصعيد؟ هل ترى أن هناك يعني نوع من التقارب بين السياسات القطرية والإيرانية خصوصا في هذا الجانب؟ يعني هناك تقارب كبير بلا شك بين قطر وإيران. يعني ما حصل مؤخرا هو أنه ظهور كثير من صور هذا التقارب على الإعلام. الفترة الماضية خصوصا 8 سنوات الماضية كان هناك أجندة لدى الإدارة الأمريكية السابقة، هذه الأجندة خدمتها قطر وخدمتها تركيا في إيصال الإسلام السياسي إلى الحكم في أكثر من منطقة، ولكنه طبعا انهار خصوصا في مصر. أيضا كان بالنسبة للإدارة السابقة رؤية أنه أيضا النظام الإيراني هو نظام إسلام سياسي مقبول، وبالتالي دفعت إلى الاتفاق النووي. قطر حاولت أن تستفيد من هذا الموضوع، وطبعا لديها مصالح مشتركة وحقول غاز مشتركة، ولكن أيضا المشترك بين قطر وإيران هو دعم الإرهاب في أكثر من منطقة. قطر توفر لإيران ما لا تملك وهو حرية الحركة والجوازات القطرية التي تسمح بالعبور أكثر من الجوازات الإيرانية، وبالتالي فقطر كانت هي الوسيط مع الحوثيين منذ العام 2004، وفرت إلى أكثر من 200 عنصر حوثي وثائق سفر قطرية سمحت لهم بالانتشار. الإرهابيين الذين يقومون بعمليات إرهابية سواء في البحرين أو في المنطقة الشرقية في السعودية، كانت العديد من اجتماعاتهم بالحرس الثوري تتم في الدوحة، وبالتالي كانت هناك هذه المصالح المشتركة. إيران لديها طموحات توسعية، وقطر خصوصا نظام الحمدين يرى أنه بقاؤه من تدمير الدول العربية الكبرى. نعم، من الرياض المحلل السياسي عبد الرحمن الطريري، شكرا جزيلا لك.